يقول السائل: لي خال من المحافظين على الصلاة لكنه يخط في الأرض، فإذا أخبرته أن هذا لا يجوز قال: إنما هذا من باب اللعب وليس باعتقاد مني، فما حكم ذلك؟ يخط في الأرض ويعمل إيش مع الخط؟ يدعي علم الغيب، يخبر عن المستقبل إذا خط في الأرض، هذا كاهن. أما إذا كان يخط في الأرض يعبث في الأرض، هذا عبث، ما هو عن اعتقاد. نعم.